أوامر التعديل. Modify. 1. أمر حذف. Erase. عندما ترغب في التخلص من كائن رسومي يمكنك استخدام أمر حذف Erase. لهذا الغرض. للقيام بذلك اختر زر حذف من شريط أدوات التعديل، وعند ظهور موجه اختر كائنا. Select object. في نافذة الأوامر اضغط بزر الفأرة الأيسر على ذلك الكائن. تسمى هذه الطريقة لاختيار المفرد. يقوم أوتوكاد بتمييز الكائن بحيث يصبح متقطعا. اضغط بعدها زر الفأرة الأيمن ثم اضغط مفتاح Enter. تصبح طريقة اختيار الكائن هذه غير عملية عندما ترغب بحذف كمية كبيرة من الكائنات، ولذلك يوفر أوتوكاد طرقا أخرى لاختيار الكائنات كما يلي. عند ظهور موجه اختر كائنا اكتب All. فتلاحظ أن أوتوكاد قد حذف كل الأشكال الموجودة على صفحة الرسم. عند ظهور موجه اختر كائنا اضغط بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة في مكان فارغ، ثم حرك المؤشر من اليمين إلى اليسار. يظهر إطار أخضر اللون. اجعل الكائنات التي ترغب بحذفها بحيث يكون الكائن موجودا كله أو بعضه داخل الإطار. فنلاحظ أننا اخترنا جزءا فقط من الدائرة الثالثة، ورغم ذلك سيقوم البرنامج بحذفها. ويوجد طريقة أخرى للحذف، ولكي نفهمها نضغط زر Undo. لإرجاع الأشكال المحذوفة، ونختر أداة Erase. من لوحة الأدوات. عند ظهور موجه اختر كائنا اضغط بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة في مكان فارغ، ثم حرك المؤشر من اليسار إلى اليمين. يظهر إطار أزرق. اجعل الكائنات التي ترغب بحذفها بحيث يكون الكائن موجودا كله داخل الإطار. فتلاحظ أنه عند اختيار جزء من الدائرة الثالثة فلن يحددها البرنامج، وعند تنفيذ أمر الإلغاء فلن يقوم البرنامج بحذفها.